طيب احنا عندنا خبر اخر مهم مهم جدا، وبيأتي ضمن مساعي كبيرة بتقوم بها الدولة المصرية عبر وزارتها المختصة لتنشيط حالة التصنيع في مصر. عندنا اجتماع تم عقد ما بين الأستاذة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج. اجتماع تنسيقي مهم للغاية، ليه؟ للتحضير والاستعداد للنسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع. دي سلسلة مؤتمرات بتتعمل بشكل شبه سنوي، لكن المرة دي معمول تحت شعار مصر تستطيع بالصناعة. يعني ايه مصر تستطيع بالصناعة؟ وطبعا ده برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتعاون معه وزارة التجارة والصناعة وعدد من الوزارات والجهات الاخرى المعنية في مصر. حضراتكم عارفين طبعا انه بعد ما انفق ولا زال ينفق والمجهود الهائل في البنية التحتية في مصر، واحنا ناقشنا ده في اكتر من مناسبة في هذا البرنامج، انه هي لحظة الانطلاق نحو التصنيع ونحو الزراعة ونحو الزراعة المصنعة، بمعنى ان كل ما يفعل الان هو مهم لتسهيل حياة المواطن، بس هو الاهم انه يأتي باستثمارات ويأتي بتصنيع ويشغل قوى عاملة وينتج ويزيد من الصادرات ويقلل من الواردات واشياء كثيرة مهمة للغاية.